استديو ساره وشهدي اعضاء المجموعه ومرحبا بكم. وخلونا نتكلم، يعني انتوا داخل المجموعه، انتوا ذات نفسكم، منو اللي بيحفزكم؟ من وين بتكتسبوا خبرتكم؟ من وين بتجيبوا مثلا الافكار او المشروعات؟ شهدي في ابتسامه كده، فهمت علي؟ من وين بتجيبوا؟ يعني منو بيساعدكم انتوا ذاتكم؟ شيء انتوا جايين تساعدوا الشباب وبتقدموا اليوم. زي ما قلت لك يعني ان احنا كنا بنحفز بعض لنا حوالي 6 سنة كده، ما بنحاول نحفز، بنحاول نفتش على المواد التحفيزيه، بنفتش ياهو الانترنت، بنفتش مواد تحفيزيه، بنقرا كتب تحفيزيه. وانا شخصيا حاولت اشارك الخبره بتاعتي في مجال العمل، لانه اشتغلت في فتره طويله في مجال العمل، وكنت بقرا انك كيف تنمي مهاراتك، كيف تكتسب مهارات جديده، والجانب بتاع انه المهارات المتطلبه، يعني نحن في القرن 21 المهارات المتطلبه سوق العمل مختلفه تماما يمكن. فالجانب ده قريت فيه كثير، كنت فتره شغال اتش ار في شؤون الموظفين، فكان بتمر علي السيره الذاتيه والانترفيوز، الناس كانوا بمروا علي، فطلعت نوتات عن الاخطاء اللي بتتعمل الحاجات دي، وقريت عن الموضوع ده اكثر على اساس الماده اللي انا اقدر اقدمها للناس بجد تفيدهم يعني. فطلعت كل الاغلاط وكل الحاجات دي، فدائما نحن بنحفز بعض. اشتغلت تصحيح يعني. نعم ساره، هل في تخصصيه داخل المجموعه؟ يعني هل كل واحد معني بتخصص معين ممكن يقدمه للشباب، ولا اي واحد من الاعضاء ممكن ياخذ دور الثاني في انه يقدم الموضوعات والافكار الحاجه اللي هو بيقدر يقدمها؟ زائد مجموعه متحدثين انضموا ليسوي كان كاعضاء، انه اي زور الحاجه اللي بتكون فيها التوب يقدر يقدمها وتكون مكمله للثانيين، فعلى اساس انه ما يكون في عامل نقص من الحاجه بتوصل للشباب. ف ما في يعني ما في ستراكشر معين لاي زول يكون ماسك شنو، لكن لازم الحياه كلها لازم تكون مكتمله، لكن بتكون توزيع على حسب انت تقدر توصل كيف وتوصل شنو بالنسبه للشباب. طيب ما قاعدين تفكروا تعملوا مقر دائم؟ بدي خطوه كبيره شويه. ما في حاجه كبيره حاليا. يسوي كان اي، ما في حاجه كبيره. يعني الايفنت ده كله كان كده ما تم شهر يعني، فما في حاجه كبيره. باذن الله حنقدر نصل نعمل يمكن ما مقر واحد، حتى ممكن نعمل مقرات خارج السودان. طبيعه اجتماعاتكم ولقاءاتكم بتكون كيف؟ الموضوعات اللي بتتناقشوا فيها يعني بتشوفوا انه نقص وين، انتم محتاجين مثلا تزيدوا هنا شويه او تنقصوا هنا شويه، او كيف بتكون طبيعه النقاش في الموضوعات بالنسبه للاجتماعات؟ نجتمع بصوره دائمه وبنستعمل الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعية في اجتماعاتنا في الأفكار، بعدين دارين نطرح للجمهور نفسه الشباب إنه أنتوا دايرين شنو المشكلة، دايرين أنا نتكلم عنها شنو، بحيث إنه الحكاية ما تكون محصورة على بس أفكارنا نحن، يعني دايرين حتى أفكار باقي الناس، يعني إنه هم دايرين أنا نتكلم عن شنو. يعني هو طبعا مهم انه انتوا يعني زول لو داير يتعامل مع طرف اخر، مع المجتمع، مع الشباب، لازم يفهموا ان هم ذاتهم مشاكلهم شنو، حوجتهم شنو. يعني ده مبدا مهم جدا بيساعدكم حتى انه انتوا تطرحوا افكار، ولما يكون عندكم جلسه نقاش او جلسه لطرح فكره معينه لازم تكونوا مستفيدين من الشباب ذاتهم، تاخذوها منهم. بالضبط. انا صحباتي في الجامعه هم اكثر ناس دعما لي، فدائما بحاول اشوف المشاكل اللي احنا كجروبي في الجامعه بنواجهها، فلقيت انه لما اتناقش معاهم بلقى انه في تفاعل كبير جدا، بلقى انه في حاجات انا بكون ما عارفها او ما خدتها في البال، فبقوم بستفيد وبشوف جروبات ثانيه، فبلقى انه في حاجات مشتركه بين الناس كلها، في مشاكل معينه مشتركه، فدي الحاجه ساعدتنا انه احنا نقدر نقدم مواد غنيه ونقدر نوصل فكره انه مهما كان عندك سلبيات في الحياه، مهما وصلت من يعني تحس انه يور فيد اب كده، انك تقدر تبتكر، وكمان بالعكس كل ما كانت حياتك فيد اب يعني تبدع اكثر. فالمشكله انه المعلومه دي ما بتصل بكلمتين، انت لازم تديها لهم بطريقه انه لا حتقدر، مهما كان ما في طريق عوده، انت حتنجح، ما في حتنجح او ما حتنجح، لا انت حتنجح، والصعوبات هي اللي بتخليك يعني تمشي لاحسن ان شاء الله. نعم، انتم معالجاتكم دائما بالنسبه للشباب هي معالجات نسبيه، ليه؟ لان بتختص بالجانب النفسي، في انكم حتدعمون، انتم حتعملوا، حتقدروا تعملوا كده. هل بيكون في معالجات فعليه في انكم تتفقوا مع شركات معينه او مصانع او اي نوع من الوظائف انكم تامنوا فعلا للشباب وظائف حقيقيه، ولا دي خطوه صعبه شويه؟ هل من طموحات المجموعه انها تكون كده في المستقبل؟ دي خطوه هتكون قدام، هي مطروحه هسه للنقاش في المجموعه.
لكن اول شيء داري الناس بدها تعرفنا انه نحن فعليا بنقدر نأهل الناس، بنقدر فعليا صوتنا يصل. فونس انه حسينا انه نحن فعليا صوتنا وصل والناس بجد بدأت تستفيد والتفاعل بقى اكبر، فالخطوة هي مطروحة حاليا للنقاش بين المجموعة. وصلت ليش مطيف فيها؟ هو اول مما نصل لحتة معينة كده هنبدأ نطرح نفسنا للشركات ان شاء على الله. اساس الفكرة دي، يعني ان شاء الله تلقى القبول منهم. سارة انا شايفاك يعني متحمسة جدا لاسم المجموعة ذات ياسفي كان. طيب لو فلنفترض انت تقنعي مجموعة من الشباب او شاب معين تخرجيه من حالة إحباط أو من حالة يعني نكران مقدراته الذاتية إنه هو بيقدر يقدم بيقدر ينجح، إذا جزول طرحت لي الفكرة وقال لك no I can't، أول حاجة بنقولها له شنو؟ بقول له أنت لا تظلم نفسك، لأنه no I can't دي لو كان جواك حاجة تحفيزية فأنت كتلتها. أنت أدي نفسك فرصة بتاعت إنه آي أنا هعمل، بعد ذاك الأوتكم اللي بيطلع انت اعمل عليك، الاوتكم اللي بيطلع ده ما بيدك، ولكن ممكن تعمل اكتر قدر وباقل الخسائر. يعني انت وانس انك انت اديت نفسك فرصه انه انا هعمل، صدقني هتعمل، لانه انت بتكون عندك هدف معين دار تصل له، ما بتشوف الحاجات اللي بتكون بالطرف اللي بتوقفك او كده. لانه انا صراحه لما جيت لما اسسنا انا وجهدي الايفنت او يس وي كان، سمعت حاجات كثيره، انتوا فاكر نفسكم حتنجحوا، ده كلام فارغ، ومليون مليون نفر قال حيعمل. قلت لهم اوكي الايفنت هو يوم 10/2، لما يوم 10/2 ده ينتهي انت وروني. واللحظه ديك ما كان عندنا اي حاجه نعملها، ما كان في حاجه في يدنا، ففعلا ما وصلنا للحاجه اللي احنا دايرينها. وقاموا قالوا كمان الحاجات الثانيه انتوا حتستفيدوا شنو، فبيكون شو الاحباط كثير، لكن كل ما كان بيحبطوا فيني كل ما كان متحمس زياده وبضرب لي جهدي قالوا كذا، فاحنا حنعمل كذا. احنا بنضم صوتنا لصوتكم، بالتاكيد بنقول لكل الشباب بيتابعونا الان يس يو كان، وانت حتقدر تكمل ان شاء الله وحتنجح. بنشكركم كثير ساره ومحي الدين شهدي عبد القادر، بالتوفيق لكم ان شاء الله، وان شاء الله رسالتكم تصل لاكبر شريحه من الشباب ويقدروا يحققوا طموحاتهم ومشروعاتهم. بنهديكم اللحن القادم انتوا وكل اللي بيتابعونا. المحتاج والنار الدغش والريح جنب الصيف.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مساء جديد وفقرتنا الثانية. بنحيي سارة وشهدي من مجموعة يس وي كان، كانوا معنا في الفقرة الأولى وطرحوا أفكار جميلة. بنتمنى إنه كل زول بيقدر يساعدهم يقف معاهم عشان المجموعة تقدر تحقيق أهدافها. في المساء الجديد وفي فقرتنا الثانية عندنا مادة جاهزة من الكنترول، بعض المعلومات حاطرحها لكم قبل ما نمشي نشوف المحطة. أغلق بالأمس باب التسجيل لاكتساب عضوية نادي الهلال، والتي شهدت لأول مرة في تاريخ الهلال تدفقا جماهيريا وتدافعا، حيث فاق العدد 10,000